أن تتجاوز مفهوم الحق والواجب، يجب أن تصل إلى حالة التسابق في المحبة، التسابق في المحبة. لأن المرأة قبل أن تكون زوجة لك هي أختك في دين الله، والزوج هذا قبل أن يكون زوجك هو أخوك في الله. وقال في الحديث أن إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر قال لسارة: إنه لا أحد لا مؤمن فوق الأرض إلا أنا وأنت، وإنك أختي وأنا أخوك. هذا هو. فلهذا التحاب في الله، أن تحب أخا في الله، أول من تحبه في الله زوجته، لأنها أختك في الله قبل أن تكون زوجة لك. ثم بعد حين عندما تكون زوجة لك شيء آخر، فالمحبة يجب أن تكون أعلى. وفي الحديث: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله، أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فالذي يحب الآخر أكثر يكون أحب إلى الله تعالى. وعلى هذا ينبغي أن تكون العلاقة في البيت علاقة التسابق في المحبة، لا علاقة أنا أقوم بالواجب لأنه واجب وفقط. الواجب هذا إذا كنت تخاف الله تعالى. شيخ فضيل يمكن أن يؤكد لكم هذا، أنا شخصيا تلقيت كثير من الاتصالات من أخوات يقولن بأن هناك أزواج مسلمين هنا في هذه البلاد لا ينفقون على بيوتهم، يعمل ويشتغل ولا ينفق فلسا على البيت، ولا يشتري لها حتى أدنى ضروريات. تخيل. وهذا طبعا لا يقوم بواجبه، لأن إذا وصلت العلاقة لهذا الحد أن الرجل لا يقوم بأي واجب من واجباته، فهو لا يطعم ولا يكسو ولا يراها مريضة ولا يسأل عنها ولا يذهب بها إلى الطبيب ولا شيء. منهن من تلد ولا يقوم عليها حتى في المستشفى، تديها صديقتها وتجيبها صديقتها. تخيل. وزوجها لا يقوم عليها. كاينين مسلمين راهم يديروا هذا الشيء، يعني حد الواجب مرات الفطري الإنسان لا يقومون به. وهذا لا ينبغي أن يكون. حسن البصري قال: زوجي ابنتك ذا دين، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. المتدين الذي يخاف الله عنده حد أدنى لا يتجاوزه، وإن كان زوجته هذه خرجت من قلبه ولكن عنده حدود لا يتجاوزها. ولكن هؤلاء قتل تقول لي اتصل بي تقول لي شيخ راه يصلي وراك في الجامع، وراه ما يصرف الناس عنده شهرين، وراه ذلك في المسلم واخ يصلي والصلوات كلها وصلي الصبح في المسجد ولا ينفق على ذلك. اذا وصلنا هذا المستوى هذه كارثه. ولهذا قلت لكم حد الواجبات هذا لا ينبغي في الضروره لمسلم يخاف الله ان يتجاوزها. ولكن نحن اذا اردنا ان ننقذ بيوتنا علينا ان نتجاوز حد الواجبات. ونقول لكم اغلب النساء بالفطره مهيئة، النساء المرأة بالفطرة مهيئة لأن تتجاوز هذه العلاقة، علاقة الواجب. ولهذا لم يرد في الشرع أن المرأة يجب أن تخدم زوجها. هل يوجد آية في القرآن أو حديث في السنة تقول بأن المرأة تخدم زوجها؟ لا. لماذا؟ لأن هذا موجود بالفطرة. المرأة بالفطرة تتلذذ، تتمتع بأن تطبخ لأهل بيتها، تتلذذ بهذا بالفطرة. وحتى المرأة بالفطرة دون أن تسألها تشارك زوجها مالها، فإذا رأته في حاجة تعطيه دون أن يسألها بالفطرة. نتحدث هذا في الحالة الغالبة. ولهذا خديجة رضي الله عنها أنفقت كل مالها في سبيل الإسلام، ولم يذكر أنها ومالها يمكن أن تخبئه لنفسها من الناحية القانونية. ولكن من الناحية العملية إذا لم تكن تعيش مع زوجتك مالي مالك وذلك مالي راح في هذه الحالة يجب أن هي حالة الأزواج. إذا لم نصل إلى هذا عرف باللي القارب راه دايما يوصل لحالة الحد الأدنى، وإلا المحبة تتجاوز الحدود، المحبة تتجاوز الحدود. واضح؟ فلهذا علينا أن نحيي المحبة في الله في بيوتنا، وأن نعيش على أساس من يفرح ويدخل السرور على الآخر أكثر. بمعنى أنت كزوج تفكر في إسعاد زوجتك. ما هي مثلا العطر الذي تحبه على قدر المقدور؟ يعني إذا كانت مثلا تحب الطعام الهندي والباكستاني تأخذها مرة على مرة، إذا كانت تحب لباسا ما تشتري له، إذا مثلا حدثت فقالت مثلا والله قلبي أن أزور بيت الله،
يعني تدخر حتى يكون عندك مبلغ مال حتى تعتبر أنت وإياها وتدخل السرور على قلبها فقط لأنك تحبها. وبالعكس هي تنظر ما هو الشيء الذي تحبه أنت من الطعام البغلي الكسكسي كذا فتحضر لك فجأة مفاجأة. هذا الأمر وإن كان يبدو بسيطا لماذا أغلب الخصامات في البيوت تكون على الطعام مثلا أزواج أزواج مع بعض؟ لماذا تظن بأن الزوج يعني على بالوش من يقدر يخرج لبرا ويدي ساندويتش ماكدونالد ويأكل؟ ولكن عندما أنهي اليوم الكامل من العمل وأدخل البيت أدخل كأنه لا حدث، لا أحد يأتي إلى الباب ويقول لي أهلا وسهلا كيف حالك ونورت البيت، يعني لا حدث، أنا دخل الباب فتح لا حدث وأضع المصروف لا أحد ينظر إليه، يبقى حتى العشرة الليلة ولا أحد ينظر إليه، ولا أحد قال لك شكرا ولا جزاك الله خيرا، ثم لا أجد الطعام. ما معنى هذا؟ أنا لست مهما، لا أحد فكر في لهذا الأزواج يشعلوا العراق من أجلي علاش يقولك لك على جال حبة بطاطا دير نعرك في البيت؟ لا، قضية اهتمام، لأنك كنت شرش منه بابي ضرع تحبيها له هو يفهم بأنك فكرت فيه واهتممت به. هذه قضية أن الشيطان يكبر هذه الأمور لأنها ما وراءها الاهتمام. القضية ليست ما الذي يأكل وما الذي يقال وما الذي يفعل، لا، الاهتمام الذي يكون من ورائه. نعم، فلهذا علينا أن ننتبه إلى هذه التفاصيل. الأصل أن المرأة يكون فكرها كله كيف أسعد زوجي، ما هو الشيء الذي يدخل عليه السرور، هذا هو، وأفعل هذا احتساب، لأنه أعظم الصدقات سرور تدخله على قلب المسلم. وكذلك الزوج يفكر كيف يسعد زوجته. نعم، فإذا كانت هذه العلاقة بهذه الطريقة فإن البيت يكون تجاوز حد الخطر، تجاوز حد الخطر. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقلنا من حد الحق والواجب إلى حد التسابق في إدخال السرور، وهذا يحمينا من أشياء كثيرة. طبعا على وجه الأرض طيب تسابق في المحبة. ذكرنا القاعدة الثالثة مما سأذكره قاعدة الجو في البيت. الدراسات تقول بأن البيوت التي يكون فيها ابتسام وضحك ومرح بيوت لا يحصل فيها طلاق ولا يتأذى فيها الأولاد. البيت الذي فيه ابتسام وفكاهة ومرح هذا البيت لا يحدث فيه طلاق، لا يحدث فيه انشقاق، وينشأ فيه الأولاد نشأة سليمة. وأن الإنسان نفسه الذي يبتسم أكثر يكون أقل عرضة لأمراض خاصة أمراض السرطان، ويكون أطول عمرا وأصح جسدا وأكثر حتى إدراكا وأقوى ذاكرة، ولا يصاب بهذه الأمراض الذاكرة كالزهايمر وغيره. الابتسامة عجيبة، الابتسامة في البيت عجيبة جدا، سواء من الزوج أو من الزوجة، ولكن حديثي أكثر للرجال، لأنه في الغالب الرجل يكون في العمل وضغوطات العمل ومرات يمر بمشاكل وربما تكون مشاكل مالية، فيصعب عليه السيطرة على عواطفه فيدخل للبيت كارح الحال منقبضا. حالتك النفسية هي التي ستغطي الحال العامة على البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان دائما التبسم، دائما حالته الطبيعية المبتسم. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن زوجة عبد الله بن مسعود كان يبتسم حتى هو وحده، فقالت له ما لك كالبهلول هكذا في وحده يبتسم، ما لك تبتسم وحدك في الغرفة؟ فقال لها أتلومينني وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر، كان دائما البشر. رغم أنه إذا نظرنا إلى سيرته عليه الصلاة والسلام كان مطلوب الرأس حيا أو ميتا في مكة 13 سنة، وفي 10 سنوات في المدينة 8 سنوات منها حروب وصراعات، فكان هو أولى الناس بأن يتجهم، صح؟ ولكن ورغم ذلك كان دائما البشر
عليه الصلاة والسلام لم يكن يقح به ولكن كان يبتسم. وفي حديث أنه سابق زوجته عائشة رضي الله عنها، كان هذا المسابقة بعد غزوة، يعني قام بحرب وهو عائد قافل إلى المدينة بعد حرب، أمر الجيش فتقدم ثم قال لها لنتسابق فسبقته. ثم في آخر عمره عليه الصلاة والسلام قال لما سمنت سابقني فسبقها، فقال هذه بتلك. يعني تخيل رجل قائد دولة وقائد جيش بعد حرب يجد الوقت للفسحة والفكاهة. وأقول هذا على أساس أنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تملأ البيوت بالبشر، بالابتسامة، بالفكاهة. وعندنا في السنة أن اللهو في الغالب باطل، في الغالب باطل. وفي سورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون، قال عليه الصلاة والسلام كل لهو باطل إلا ثلاث، فذكر منها المسابقة بالفرس والرمي بالسهم وملاعبة الرجل أهله. أن تمازح أهلك، الأهل هنا يراد منها الزوجة ويراد منها العائلة كلها. قال الله تعالى عن موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وكان له امرأته وولدان أهلك. فملاعبة الرجل أهله يعني أنك تلعب الغميضة في دارك، هذه عبادة، عبادة يا إخواني الكرام، عبادة. اللهو أنك تجلس مع أولادك وتلعبون لعبة، عبادة. أي لهو ما مكان في البيت تلهو أنت وزوجتك أو أنت وأولادك لهو، لهو ساعة ساعتين استسبها كأنك كنت تصلي جماعة. فيجب أن يكون هناك سرور في البيت. نعم، هذا مما ينبغي. والتصابي في البيت هذا من العرب كانوا يقولون كل امرئ في بيته صبي. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في البيت، قال كان كما يكون الرجل في بيته، إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا. يعني ما كانش البيت النبي عليه الصلاة والسلام حلقات عين المصباح للمصباح، لا، كان إذا ذكروا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ضحكنا ضحك معنا وإذا تعجبنا تعجب معنا، ولكن إذا نودي للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. نعم، عليه الصلاة والسلام، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس الآن خاصة المتدينين منهم يحسب بأنه لازم يدير قراءة المجد نهار كامل في القرآن في البيت وواحد ما يتكلم، وبعض الناس لازم المرأة تدير الخبار في الدرس من أين يجب هذا الشيء، يعني شرع عجيب يعني، وتهكم وأنه تكون مثل الثكنة. هذا ما هوش بيت، بالعكس بيت يكون فيه الفرح والسرور على حد المباح. بأن ما أريد أن أقول بأن الفرح والابتسام في الوجه سنة، بعد اثنين أن اللعب واللهو مع الأهل والأولاد عبادة، هكذا ليس شيء ممنوع بل هي عبادة، ومن الجيد أن نحيي هذه السنة. هناك كثير مما يقال، مما يقال مما يمكن أن ننتبه إليه مسألة الرضا من القواعد التي هي من المفاتيح لإدخال السرور والسعادة. الرضا، أن ترضى عن زوجتك كما هي، وأن ترضى على أولادك، وأن ترضى حتى عن نفسك أنت. الرضا باب الرضا. الرضا في اللغة العربية تقريبا يمكن أن يترجم بالسعادة، حتى إن الله تعالى ذكر عن أهل الجنة بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. حالة الرضا هي باب السعادة. لما أقول هذا؟ لأن ثقافة السخط، ثقافة السخط أولا هي من مما يشيعه الشيطان، لأن دائما الناس كما يقول هنا دائما العشب أشد اضطرارا عند الجيران، لوغازون بريفاشي ليفوازون. نعم، هذا من حالة السخط على ما عندي والرغبة فيما عند الناس. نعم، وفي الوصايا العشر التي نزلت على موسى عليه السلام لا تشتهي زوجة جارك ولا حماره ولا أزله، يعني ولا بيته، يعني لا تشتهي لا زوجته ولا بيته ولا داره. الآن يعني ليست زوجة فلان أفضل من زوجتك، ولا بيته أفضل من بيتك، ولا سيارته أفضل من سيارتك. الشيطان دائما يأتي يسخطك على ما بين يديك
ويظهر لك بما أن عند ما عند الآخرين أفضل مما عندك. ثقافة السخط وأن الناس أفضل مني وحياة الناس أفضل من حياتي وأولاد الناس أفضل من أولادي، الذي يشعر بهذا يسخط على ما قدر الله تعالى له وكتب له من زوجة وأولاد ومال وحال يسخط. قال عليه الصلاة والسلام: من سخط فله السخط. من سخط فله السخط، يعني الذي لا يرضى بما قدر له سيعيش حياة مملوءة بالسخط، هكذا مع سخط الله عليه. والذي يرضى الله تعالى يرضى عنه ويسعد بما عنده. الإعلام الآن الغربي والإعلام العالمي يشيع ثقافة السخط، ثقافة السخط بمعنى لا ترضى بما عندك، الشيء الذي هو أفضل دائما هو لا يوجد بين يديك هو البعيد. وطبعا من الناحية التجارية وهذا، لأنك إذا رضيت بما عندك فإنك لن تشتري بيتا آخر ولن تشتري سيارة أخرى، ولن أنا أتحدث يعني هذا يعني بأنه لا يجوز، ولكن من الناس من يدفع هذا إلى بلوغ الحرام. وفي الحديث أن من علامات الساعة أن يدخل أهل الرجل الرجل النار. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ في معنى الحديث قال: يعيرونه بالفقر فيتكلف الغنى من غير حله فيأكل الحرام فيدخل النار. تقول أنت جيت كيما فلان شوف الدار اللي شراها، جيت كيما فلان شوف السيارة اللي راه يمشي بها، أو مرات حتى الولد شوف ولاد فلان وشوف المدرسة يقراو فيها، شوف ولاد فلان كيفاه لابسين، شوفوا هذه في الدنيا. أما المسابقة في الدين وهذا لا بأس، لكن تحدث عن الدنيا، أن تسخط عن دنياك ظنا بأن دنيا الآخرين أفضل منك. هذا باب كبير، ولكن فقط أردت أن أقول بأن الرضا باب الرضا، أن تتعلم بأن ما قد قدره الله تعالى لك هو خير لك. وهناك وهم فقط، وهم فقط بأن ما عند الناس أفضل مما عندك، لأنك لو ذهبت إلى هؤلاء وحدثوك عن همومهم ومشاكلهم لقلت أنا ما أنا فيه أفضل. نعم، فالرضا إخواني الكرام باب الرضا. ومما أقصده من الرضا عدم تقبل الزوجة والزوج بطبيعتهم الأصلية. وهذا شخصيا عانيت منه سنوات، وكنت أحسب بأنني على صواب وظهرت بأن أنا المخطئ. ما هو من باب الرضا تقبل شخصية الزوجة والزوج كما هي. أتحدث عن الشخصية، مثلا مرأة بطبيعتها صامتة لا تتكلم كثيرا، وزوجها مهذار لا يتوقف، يريد منها أن تشاركه الحديث بالساعات الدول، هي لم تخلق لها، فإذا حاول أن يدفع إلى هذا تتملص، فمرة تقول له خليني نروح نتوضا، مرة تقول له أنا حنصلي، مرة تقول له عيطت كيف لنا، المهم بس توقف عن الكلام، وهي لم تخلق لم هذا في حالة نادرة بالعكس. أو مرأة مهذارة وزوجها صمت، فهو يريد منها أن تكون صامتة أغلب اليوم، وهي لم تنشأ على هذا وشخصيتها أنها تتكلم. نعم، الآن الرضا الذي من بين أنواع الرضا هو أن تقبل الزوج والزوجة، أن تتحدث عن الشخصية كما هي. وهذا جاء في كلام الله في قول الله تعالى: خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذي العفو، هذا العفو بعض المفسرين قالوا العفو ما عفى عن المال ما زاد عن المال، وبعضهم قالوا هو الزكاة، وقال آخر خذي العفو أي عفو الأخلاق. نحن بالعربية نقول فلان يفعل هذا عفويا عفويا دون تفكير. العفو هو ما يفعله الإنسان بطبعه، فمثلا أبو عمر بن الخطاب كان بعفوه شديدا، أبو بكر الصديق كان عفوه أنه رحيم ورقيق، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بن الخطاب بأن يتحول إلى رقيق ورحيم مثل أبي بكر، ولم يأمر عمر بن أبا بكر الصديق بأن يكون خشنا صلبا لأنه كان يقرأ الفاتحة يبكي رقيق، وعمر بن الخطاب كان شديدا معروفا. الآن لم يأمر لا هذا ولا هذا بأن يغير شخصيته، بل وجه شدة عمر في الحق
وجعل رقة أبي بكر في الحرب. واضح؟ فكان الصحابة رضي الله عنهم لما يحبون النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا معه على عفوهم، لم يكن يحاول أن يغير من شخصياتهم. أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، اسمع، فما قال لي لشيء فعلته لما بعد، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، ولا أمرني ولا نهرني ولا زجرني ولا ضربني، يعني كان يتركه على عفوه، فلهذا أحبه لم يجبره. الآن أنا أتحدث عن نفسي، سنوات كنت عندي تصور للزوجة، فكنت أحاول أن أضع زوجتي في هذه العلبة، وهي لم تدخل في هذه العلبة التي هي في رأسي أنا، فكنت أغضب ويؤسفني هذا وأقول لها بنت، حتى اكتشفت هذا السر العفو، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الناس على عفوه، وأن هذا من أسرار التعامل مع الناس، أن تقبل الناس كما هم. ولهذا زوجتك لا قالت لك راك خانقني، أعرف بلي أنك لا تقبلها على عفوها، لأنك متى تشعر بالاختناق؟ إذا وضعت في قالب لا يناسب قالبك تختنق، هذا هو بالضبط. فإذا ترك الإنسان وعفوه فإنه يرتاح. والله تعالى لم يأمرنا أن نغير طباعنا، أمرنا أن نوجهها فقط. فلهذا من القبول مثلا أولادك، هذا زوجتك، أولادك، عندك ولد صموت، لا تحاول تدفعه لأنه يكون حركي كثيرا، إذا بعض الأولاد حركيون أنت تحاول تقلبه هادئ، مستحيل، إذا حاولت أنت تكسره، والعكس. أو مثلا التوجه الطبيعي، مثلا ابنك بطبعه متوجه للرياضيات والحساب، لا داعي لأن توجهه للشعر والأدب، أو العكس، إذا كان ترى بأنه مولع باللغات وبالفلسفة والتاريخ، دع، أنت تريد أن ابني يريد أن يكون طبيبا، لا، ليست مهمتك أن تحوله إلى ما تريد، مهمتك أن تعينه أن يكون ما خلقه الله، خلقه ليكون رياضيا ليكون رياضيا، خلقه لأن يكون أديبا ليكون أديبا، ويعبد الله حيث كان، لأنك إن عصرت الزيتون لن تخرج شيئا آخر، عصير برتقال ستخرج زيت الزيتون فقط. نعم، فهذه الرضا، الرضا بالمجمل، أن تقول هذا اختيار الله لي، أن ترضى عن أولادك وأن ترضى عن زوجتك في المجمل، ثانيا أن ترضى عنهم بما خلقوا عليه من طبائع، وأولها أن ترضى أيضا عن نفسك، هذا بيكو من روحك، لأنك إن لم ترضى عن نفسك هذا إشكال كبير. كم بقى وقت؟ شوية. نعم، من هذه الرضا ابتسامة. طيب، قاعدة أخيرة، فهم الحاجة، من قواعد تسكين البيوت أن تفهم الطبائع والحوائج. الرجل عليه أن يفهم طبيعة المرأة وحاجتها كامرأة، والمرأة عليها أن تدرك طبيعة الرجل وحاجته. الآن المرأة تحتاج الأمان، الشعور بالأمان، هذه حاجتها. طبيعتها أنها تهتم بالأشخاص، وهذا أمر عجيب، يعني حتى علم النفس الحديث يذكر هذا، المرأة تهتم بالشخص، وسبحان الله المرأة خلقت من إنسان، ولهذا تهتم بالإنسان علميا عالميا، المجالات التي يكون فيها اهتمام بالإنسان تجدها مجالات أنثوية، التمريض اعتناء بالإنسان هو أنثوي عالميا، دون توجيه عالميا للتمريض النساء، التعليم خاصة في مراحل الابتدائية اهتمام بالإنسان هو مجال أنثوي، المرأة تهتم بالإنسان. أما الرجل فخلق من تراب الأرض، الرجل يهتم بالأشياء، هذه الفطرة. نعم، إذن المرأة تهتم بالإنسان، المرأة تهتم بالإنسان وتحتاج الشعور بالأمان،
تحتاج الشعور بالأمان. الرجل يهتم بالأشياء، نعم، ويحتاج الشعور بالتقدير. الآن الشعور هذا بالأمان والشعور بالتقدير إذا لم يحصل للجهتين يحصل اختلال في المعاملة. وأنا سأذكر لكم حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نبعد، حتى تقول بأنك تذكر لي مصطلحات حديثة، القضية أعمق منها. فانظروا مثلا، أما المرأة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحتاج الشعور بالأمان في المطلق، في المطلق مثلا عليها أن تشعر بالأمان بأنها لن تطرد من البيت، بمعنى أنها لا تزال مهمة بالنسبة للرجل، وأنها لم تعد شيئا ثانويا، وأنها لا يستغنى عنها، لا يستغنى عنها. في حديث أم زرع لو تعلمون، حديث طويل وربما يكون أطول الأحاديث البخاري ومسلم، أن عائشة رضي الله عنها تحدث ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام قصة 11 امرأة في الجاهلية اجتمعنا واتفقنا أن يذكركم علاقتهم بأزواجهن رضا أو سخطا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا استمع إليه زواء نصف ساعة، وهذا من الاحترام أن تستمع إليه، ستتحدث عنه. ولكنها ذكرت ما تحبه المرأة في الرجل وما تكرهه المرأة في الرجل، أذكر بعض الأمثلة. وفي آخر مثال ذكرت مثال أم زرع، وهي أن امرأة كانت فقيرة جدا فتزوجها رجل ثري جدا فأخرجها تقريبا من الموت إلى الحياة، فقالت وجدني بأهل غنيمة بشق، كانت فقيرة في رأس جبل، فجعلني في أهل أطيق ونقيق ودائس ومنقلة، عندها الغنم والبقري والفرس ثرية جدا، ملأني شحم عضودي وأناس من حلي أذني، عنده زمانة ولات دائرة ذهب بقربع، نعم، فعنده أقول فلا فأتبجح وأشرب فأتقمح وأنام فأتصبح. يعني كلمة هتمشي وتشرب كيل ملكة وتنوضع 10 أصبع. ثم قالت ذكرت قالت فخرج فوجد امرأة تلعب ببنتين تحملان رمالتين فطلقني وتزوجها، فتزوجت من بعده رجلا أعطاني نميرة، فما بلغ ما أعطاني هذا عشر ما أعطاني أبو زرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم الرسالة بأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تقول له بأنني معك كنت ميتة وصرت حيا، وأنا مثل هذه المرأة التي كانت في رأس الجبل فقيرة وعرفت الحياة مع هذا أبي زرع، ولكنه طلقها. فهي قالت له أنا معك في الحياة ولكن أخشى هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في رواية أنه قام فقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. لاحظ هذه غير أني لا أطلقك، فهم حاجة عائشة بأنها تخشى أن تستيقظ من هذا الحلم وتجد نفسها يوما ليست زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة تخشى من هذه الحال أن يستغنى عنها، ولهذا المرأة لا توجد مرأة فوق الأرض تحب موضوع التعدد، لأنه وإن كان بالفكاهة يشعرها باللا أمان، يشعرها بأنه أقول آه ما كل ما كانش في قلبه ما يهدرهاش أو يديرها بالضحك برك بها يفرش. فلهذا لا ينبغي الحديث عن هذا، لا ينبغي، لأنه يؤذي يؤلم. لا أقول لأنه لا يجوز، نتحدث عن الحديث، عن الحديث يؤلم. فالمرأة تحتاج أن تشعر بالأمان. طيب اثنين، وهذا الشعور بالأمان له قرب. من بين أهم الأشياء بالتجربة تذكر إذا استطاع الرجل ألا يذكر مشاكله التي قد تقلق زوجته فلا يذكرها. من الجيد أن يتح أن يذكر كل شيء بين الرجل والمرأة، ولكن إذا استطاع الرجل ألا يذكر المشاكل لزوجته فلا يذكرها. لما؟ لأنه إذا ذكرت لها مشاكل كبيرة فإنها الشعور بالأمان يذهب عنها. نعم، يعني يحاول الرجل ما استطاع أن يكتم الأزمات لنفسه، الأزمات التي تكتم يكتمها،
أو المشاكل الصغيرة لا يذكرها، لا تنقل مشاكل العمل للبيت، لأن هذا يزعزع حاجة شعور المرأة بالأمان.